أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل الخير، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج ساعة جامعية على شاشة قناة الكتاب الفضائية. من داخل حرم الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية نرحب بكم من جديد. هذه الحلقة الخاصة والجديدة سنتعرف من خلالها على آراء الطلبة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وتخصصاتها المختلفة وسبب التحاقهم بها بعد انتهاء الثانوية العامة، فكرما ليس أمرا تابعوا. بهاء الدين فتوح، اهلا وسهلا بهاء. طيب قلنا بها ليش اخترت الكلية الجامعية بعد ما انتهاء من الثانوية العامة وسجلت في القسم المساحة، تخصص المساحة عفوا، في قسم المهن الهندسية. ليش اخترت الكلية الجامعية واختيار هذا التخصص؟ اخترت الكلية الجامعية لأنها معترف فيها في داخل غزة وبرا غزة، يعني عاد لو مثلا ما نفعش أو نويت أطلع برا ألاقي يعني مهنة أشتغلها برا، أما في كليات تانية ممكن بس الشغل في غزة ما فيش برا شغل، لو طلعت هيك برا ما بلاقيش شغل، لكن هي معترف فيها عادة من أي دول العالم، لو طلعت برا عادة ما ممكن أشتغل. طيب إحنا تقريبا إن 4 أيام ولا 5 في الكلية الجامعية بدأت الدراسة، كيف شفت الكلية الجامعية وأنت طالب جديد فيها؟ الكلية الجامعية أجواءها ممتازة ومحترمة، يعني أنا جيت والله انبسطت فيها تمام، وفيها دكاترة ما شاء الله عليهم بدرسوا ومنفهم منهم وتمام 100%. طيب على مستواك الشخصي كيف مجهز أمورك لأنه تستقبل الحياة الجامعية، إن كانت يعني إن كانت حياة جامعية يعني متغيرة عن الحياة ما قبل الجامعة، أو على صعيد الدراسة كيف ممكن تتبع محاضراتك، كيف ممكن تهتم في المحاضرات وما أخذته خلال المحاضرات في البيت، يعني إن كان هناك خطة دراسية خاصة فيك؟ والله هو إحنا كنا في المدرسة تقعد في الصف عادي، يجيك الأستاذ 4 حصص، حصة حصتين 3 فرصة استراحة، بعدها الحصة 4 أو 5 كنت تيجي على الدار عادي تراجعهم. فالحياة الجامعية تختلف عن المدرسة، يعني مثلا بيجيك أيام مثلا بدك تيجي على 8 على المدرسة، في أيام زي اليوم بتبدأ المحاضرة على 11، امبارح بدأت المحاضرة على 8 وخلصت على 12، عاد اليوم جيت على 11، والقاعات تختلف، يعني ممكن ناخد قاعة في حاسوب تنقل لقاعة مثلا الرسم الهندسي، في تنقل ما بين القاعات الدراسية. طيب على صعيد الخطة الدراسية اللي انت حاططها، الخطة كيف انك تتبع اول باول، تهتم فيما بتاخده في المحاضرة وتراجعه في البيت، يعني مقبل على انت زي ما قلنا حياة جمعية جديدة بدها اهتمام اكثر حتى انك تتميز، في عندك انت حاطط خطة لاستقبال العام الدراسي الجديد؟ صحيح انا حطيت خطة انه كيف مثلا اجي على المحاضرة اخذ المحاضرة انتبه مع الاستاذ افهم المحاضرة مثلا افهم منها 80%، اروح على الدار اراجع المحاضرة، بعد هيك مثلا كل اسبوع اعمل لي مثلا هيك مراجعة عامة للاسبوع، كل شهر بعمل مراجعة، بيجي امتحان باذن الله بنعمل مراجعة قبل الامتحان، فبنقدم الامتحان واحنا مطمنين، يعني بنكون دارسين. اخيرا ما تتمناه كطالب جديد في الكلية الجامعية، ما تتمناه من اساتذة الكلية والاكاديميين الموجودين في الكلية؟ والله اتمنى يعني راع الظروف، لانه الدكاترة لقيت في ناس يعني ما مش قادرين انهم يدفعوا المصاري في اوضاعهم صعبة، عاد انا بنصحهم انهم يعذروا الناس. انا اقصد على صعيد الدراسه، يعني اثناء في المحاضرات اثناء الامتحانات يراعوا الفروق الفرديه الموجوده ما بين الطلبه، يعني تنظيم المحاضره، الالتزام بالمحاضره والاهتمام بالطلبه اثناء المحاضره، مع يعني الاهتمام بالفروق الفرديه كما قلنا. شكرا لك مرة أخرى، نتمنى كل التوفيق والنجاح. مشاهدينا الكرام مستمر معكم من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والمقابلات الجديدة مع الطلبة وطالبات الكلية الجامعية والتعرف على أجواء الدراسة الجامعية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، تابعونا.
أنا الطالب محمد فريد أبو عابد، اختصاص التمريض، عام سنة ثانية، أدرس في الكلية الجامعية. كانت الحياة العملية في الكلية الحياة الجامعية في الكلية هي حياة ممتعة جدا. وأنا بختار، أنا بقول لأي شخص يعني يتخرج من الثانوية العامة إنه يختار الجامعة الكلية الجامعية، وأنا بفضلها وأنا بأيدها عن أي جامعة تانية. طب أنت قبل عام، يعني أنت الآن سنة ثانية، وقبل عام أنت اخترت الكلية ليش؟ والله أنا كنت بدي أدرس في الإسلامية، بس قالوا لي إنها الكلية أفضل بكثير. يعني أنت عارف كيف علاوة الجامعة الإسلامية، بس أنا اخترت الجامعة الكلية الجامعية، نتكاثر كليات بتتعامل مع الطالب باحترام جيد، تخصص كتير ممتع. عبد الله ابراهيم عابد. اهلا وسهلا، تعرف علي عبد الله اسامه عطا الله. اهلا وسهلا، انتوا اصدقاء جامعه ولا اصدقاء مدرسه؟ اصدقاء جامعه. اهلا وسهلا فيك، وربنا يديم المحبه والصداقه. طيب ايش سجلت في الكليه الجامعيه؟ دبلوم هندسه مدني. مدني، وانت؟ صحيح، دبلوم هندسه مدني برضو. ايش هذا في القسم ولا تخصص؟ تخصص هو هيك اسمه. ماشي، اهلا وسهلا فيكم في الكليه الجامعيه. طيب كيف شفت الكليه الجامعيه وتقريبا كطلاب سنه اولى لكم 5 أيام في الكلية؟ صحيح. كيف شفت الكلية الجامعية؟ يعني إشي حلو وما شاء الله عليها كبيرة ويعني منيحة. كبيرة وبرحة يعني. طيب على صعيد الأكاديميين الأساتذة، ما شاء الله فيها نظام يعني، وفيش بتوهش بالمرة يعني، كل إشي بترتيب وبتصل وين ما بدك يعني، وساعدوك يعني في كل حاجة. يعني أي مشكلة ممكن تواجهك على طول محدد على أي قسم تروح تنحل سريعا بأي مشكلة ممكن تواجهك خلال السنة الدراسية. طيب كيف ممكن يعني أنت على مستواك الشخصي من أجل أن تضلك متميز متفوق بعد الثانوية العامة، هل وضعت خطة من أجل أنه تتبع فيها بعد ما تروح من المحاضرات؟ طبعا لازم تراجع كل محاضرة في البيت وتتبع اللي بتاخده كل شيء. يعني ان شاء الله احنا تكمل دراستك للاخر، تضلك يعني مواصل على نفس المستوى ان شاء الله. هذا الكتاب، ايش هذا الكتاب؟ هو اساسيات الرسم الهندسي. هذا لمادتك؟ هذا يعني يدرس ماده خلال التخصص الكليه، انه ما شاء الله الهيئه التدريسيه قويه، يعني في عندك طاقم اكاديمي ما شاء الله لا باس به يعني. رائع. ما تتمنى يعني خلال الحياة الجامعية في الكلية الجامعية؟ توفق إن شاء الله، وعشان نجسر للهندسة يعني إن شاء الله التوفيق ونحصل على مادة. يعني ناوي من هلقيت الدبلوم بكالوريوس؟ صحيح إن شاء الله. إن شاء الله. طيب ما تتمنى؟ إن شاء الله ربنا هيك يوفقنا ونجيب الدرجات العليا إن شاء الله، ربنا سهل إن شاء الله. يعني أنت بتنصح أي واحد لحتى الآن ممكن ما يكونش سجل أو اختار جامعة تقول له التحق؟ صحيح، توكل على الله في الكلية الجامعية. موفقين إن شاء الله، أتمنى لكم كل التوفيق. مشاهدينا الكرام، كما قلنا مستمر معكم من حرم الكلية الجامعية العلوم التطبيقية وآراء الطلبة بالكلية الجامعية واحتضان الكلية الجامعية للطلبة الجدد الذين التحقوا بها بعد انتهاء الدراسة من الثانوية العامة وتخرجهم متفوقين ناجحين من الثانوية العامة. تابعوا. هندسة برمجيات وقواعد بيانات هواتف ذكية. ليش اخترت الكلية الجامعية؟ اخترتها لأنه سمعتها كويسة وتدريسها قوي ومجالها في العمل قوي جدا، وفي لها فوائد بعد ما نخلص المحاضرات وناخذ الشهادة، يعني في كمان توظيف في الكلية نفسها. هذه مشاريع الكلية الجديدة من أجل استقطاب الخريجين ويعني توفير لهم فرص العمل. طيب كيف شفت الكلية الجامعية بعد 5 أيام تقريبا على بدء العام الدراسي؟ الحمد لله انبسطنا يعني، وشفنا الشباب، تعرفنا على شباب جداد، كمان المدرسين والدكاترة كويسين كمان،
فيش عليهم اي غبار. طيب كيف انت مجهز امورك تستقبل عام الدراسي الجديد بخطه شخصيه حطيتها من اجل تتبع محاضرتك اول باول من اجل ما تضيعش عليك ولا محاضره من اجل انه لما تروح البيت تتبع اول باول اللي اخذته في المحاضره؟ هو حاليا انا اخذت فكره عن المحاضرات وعن التخصص نفسه قبل ما يبدا العام الدراسي، وبدأت اشتغل عليه قبل العام الدراسي ما يبدا اصلا، وكنت مواظب على انه اكون احسن واحد في القاعه نفسها. مؤمن ابو الطرابيش، مدخل علاقات عامه واعلام. انا حبيت الكليه، تفرجت عليها، الدكاتره معاملتهم كويسه بغض النظر عن الاداره، برضو معاملتها كويسه، ساعاتهم بغض النظر انها غاليه شويه لكن تعليمها قوي، في وظائف ممكن تتعين في مكان محترم في مكان منيحه. بس كيف ممكن أن أتبع يعني إذا حط خطة شخصية من أجل أن ما تغيبش المحاضرة ما تلتزم في المحاضرات، تبع أول بأول في متابعة ما أخذته في المحاضرات في البيت من أجل أنه يوم ما تقرب الامتحان بس عليك مراجعة خفيفة إن شاء الله؟ يعني أكيد. كيف أنت يعني جاهز أمورك في الخطة أنك أنت تستقبل عام الدراسي غير الحياه؟ انا مرتب هيكليتي على انه كل محاضره بدك تاخذها بدك ترجعها، حتى بغض النظر ان كانت عملي او نظري. لو نظري بدك تحفظها، ترتب البيانات عشان انت ما تلخبطش او ما تدخلش المعلومات على بعض، او لو كان عملي بدك تنزل تطبق. مثلا انت دخلت في الجامعه مثلا ميداني، تطلع برا تطبق ميداني لحالك بغض النظر، سيبك من الدكتور او الجامعه. كيف شفت الجامعه بعد الكليه الجامعيه بعد 5 ايام من بدء الدراسه؟ شباب طيبه، دكاتره محترمين، اداره كويسه، وبتساعد الطلبه في كل شيء. يعني تنصح أي واحد؟ أكيد بنصحه أنه يجي على الكلية الجامعية ويفوت أي مجال بده إياه، ومش حيقصروا معه. تعرف عليك فادي مطار. أهلا وسهلا. تعرف عليك رامي الكفارنة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم في الكلية الجامعية، في إيش تخصصت؟ برمجية قواعد بيانات. برمجية قواعد بيانات، أصدقائي يعني. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. طيب سبب اختيارك الكلية الجامعية؟ مجال واسع في المستقبل. إيش التخصص الكلية؟ في الكلية الجامعية إيش سبب اختيارك الكلية الجامعية والتخصص؟ صراحة السبب يعني هي أحسن دبلوم يعني، وعشان المجموع هي مرتبة يعني. يعني ناوي بعد الدبلوم تعمل تجسير للبكالوريوس؟ ناوي ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ايش سبب اختيارك الكليه الجامعيه؟ والله هي لحتى الان هي افضل جامعه يعني لحتى الان في الدبلوم المهني وتطبيق طبعا، وطبعا مجالها واسع في التدريس وفي التعليم، وذو كفاءه يعني عاليه وشيء زي هيك. طيب 5 ايام على بدء الدراسه في الكليه الجامعيه، بدء العام الدراسي الجديد، وانتوا طلبة جدد في الكلية الجامعية، كيف شفت الكلية الجامعية من ناحية الكلية ككلية، مباني كجامعة، حياة جامعية كأساتذة ودكاترة في الكلية الجامعية؟ هي أحلى فترة يعني، هي الكلية الجامعية يعني فترة الجامعة أحسن فترة في الشباب وفي يعني الخمس أيام هذول عن 10 سنين لورا. ما شاء الله. طيب ماشي، إيش رأيك؟ والله هي جامعة حلوة يعني، وأصحاب وأساتذة يعني محترمين يعني، ومعاملونا يعني كإخوة يعني، مش إنه يعني طلاب وش زي هيك، فتدريسهم حلو يعني، وفيش تعليق يعني على هالكلام يعني. طيب كيف أنت الآن مرتب أمورك على إنه تلتزم في محاضراتك وتلتزم في متابعة ما بعد يعني مغادرة الكلية الجامعية أثناء جلوسك في البيت تتبع المحاضرات اللي أنت أخذتها؟ صحيح، هو أن نظام على الجوالات وعلى اللابتوبات اللي هو أن الجروبات والفسات أو الدكاترة، فبنتابع أول فأول في المحاضرة في الجامعة، ولما بنروح اللي هو أن على اليوتيوب والموقع الكلية الجامعية، وبنتابع كل الدروس، بيبقى مسجل في أول بأول يعني. طيب إيش رأيك أنت؟ رأيي أنه فيها نظام يعني متقدم، في عندك الكلوز روم لدكتور روال البطار، بنتابع عليه يعني محاضراتنا، وبيعطينا دروس وأنشطة يعني
مضبوط. على مستواك الشخصي كيف ممكن تتبع مثلا اذا حاطط خطه شخصيه كيف ممكن تتبع المحاضرات في البيت؟ مش المحاضرات تحضرها، انك تدرسها مره ثانيه من اجل انه لما تيجي يقرب الامتحانات بس عليك تكون مراجعه خفيفه. يعني في يوميا مثلا بعطي الوقت ساعتين ثلاثه زي هيك بدرس يعني في البيت زي هيك يعني. نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الكتاب الفضائيه، نرحب بكم وما زلنا في الكليه الجامعيه للعلوم التطبيقيه وحلقه هذا اليوم من برنامج الساعه الجامعيه ولقاءات الطلبه ورايهم بالكليه الجامعيه للعلوم التطبيقيه بعد 5 أيام من بدء العام الدراسي الجديد بالكليه. الان ننتقل لقسم الطالبات بالكليه الجامعيه وايضا متابعه ارائهم حول يعني حضورهم للكليه الجامعيه والتحاقهم بالكليه الجامعيه للعلوم التطبيقيه، فتابعونا. والله هي كحياة جامعية يعني كتير مميزة، وأنا جيت فيها وانبسطت كتير، وككادر أكاديمي يعني بتحس إنه في توافق بين الدكتور الجامعة والطالب، يعني مش إنه على كعلاقة أساسية ودكتور وهيك، بساعده كتير، فالإشي مميز هذا الإشي في الكلية، كنظام تطبيقي فعال يعني تنحب، بتخلي للطالب إنه فرصة إنه يشتغل في أفضل واقع الميدان، هذا إشي حبيته تمام. طيب على مستوى إنه أنت يعني سنة ثالثة تقريبا الآن، ومستوى ثاني في الكلية الجامعية، مستوى أول في الكلية الجامعية، يعني ممكن تقدمي نصيحة للطالب الجديد اللي التحق السنة هذه وله 5 أيام بعيش بالحياة الجامعية في الكلية الجامعية، كيف ممكن أنه يستقبل العام الدراسي بجد واجتهاد وحماس، وأنه يتبع أول بأول ممكن محاضراته، وكيف أنه يتبعها في البيت من أجل أنه ما تروح عنه معلومة، من أجل ما أنه ينضغطش في آخر الفصل أو عند امتحانات النصف. والله الصراحة يعني أنا بنصح كل طالب أنه يعيش الحياة الجامعية بكل تفاصيلها، لأنه هي حياة جامعية مميزة وهذه المرحلة ما راح تتغير وراح تتكرر بحياة الطالب. وبنصح الطلاب أنهم الشيء اللي بياخدوه ينتبهوا مع الدكاترة والأساتذة، والشيء اللي بياخدوه بالمحاضرات يروحوا يرجعوا يطلعوا عليه، أي ترك يروح يسألوا عنه الأستاذ الدكتور، فهيك ما بتغلب يعني بشيء تمام بيكون. نصيحة. طيب أنت الآن إيش؟ علامة تكنولوجيا الاتصال. علامة تكنولوجيا الاتصال. طيب سنة أولى؟ سنة أولى. ليش اخترت الكلية الجامعية؟ لأنها كلية مميزة كتير وكلها تطبيقية، وتخصصي بهذه الكلية يعني كتير مميز، يعني كلية حلوة للعلامة للتخصص. طيب كحياة جامعية الكلية ممتازة وفيش فيها مشاكل كأكاديميين وأساتذة؟ كلهم ما شاء الله عليهم، يعني في تفاعل بين الطالب والدكتور التخصص ومميزين يعني عن قسم التكنولوجيا الاتصال والإعلام. ما شاء الله عليهم. يعني الآن أنت بتنصح أي واحد بده يلتحق بكلية بجامعة يلتحق بالكلية الجامعية بتخصص اللي أنت حباه، يعني أنت مش مشكلة هو بأي تخصص هو حابه ممكن، بس أنه يلتحق بالكلية الجامعية من أجل أنه اللي شفتيه بالكلية الجامعية. طيب كيف ممكن أنت الآن مجهزة أمورك حاطة خطة لنفسك أنه تبدي فيها العام الدراسي الجديد؟ إن شاء الله نكون مميزين بالقسم ونكون إن شاء الله من أوائل الدفعة و يعني إن شاء الله حتكون خطة ناجحة، يعني حنوفق إن شاء الله بين الدراسة وبالوقت يعني كل شيء. نتمنى كل التوفيق والنجاح بالكلية الجامعية. يعني كطالب إعلام إنه حابب إنه يدرس الإعلام، أنا درست هيك بجامعة سابقة يعني وتخرجت دبلوم سنتين، فاللي حابب إنه يطلع قيادي وشغل ميداني يجي على الكلية الجامعية. يعني أنا هلأ درست سنتين برا وحاسة حالي ولا إشي بفهم في الصحافة صراحة، بس يعني هلا كتطبيق شيء بيرفكت تمام 100%، يعني انا بنصح طلبه الاعلام خصوصا انهم يجوا على الكليه. اتمنى لكم كل التوفيق ونجاح. شكرا لكم. أنا الطالبة نرمين أنديل، بدرس في الكلية الجامعية تخصص تعليم أساسي معلم صف، وأنا صراحة يعني مش طالبة جديدة،
صار لي تقريبا سنتين في الكلية، وبداية كان اختياري للكلية لأنه يعني كتير في أطراف كانوا في حياتي مشجعيني أدرس فيها، بما فيها أنه بتقدم كتير مساعدات للطلبة وكتير معاملتها برضو منيحة، وأنه الأساس برضو فيهم كتير علاقتهم طيبة مع الطلاب نفسهم. وأنا طبعاً بحب أني أهني الطلاب والمدرسين والأساتذة بمناسبة قبول السنة الجديدة 2017، وبتمنى أنها تكون إن شاء الله سنة عليهم منيحة وخير. يعني أنت الآن خريجة؟ طيب بدنا نصيحة منك للطلبة الجدد. والله أنا بحب أنصح جميع الطالبات اللي سجلوا في الكلية إنهم يعني يجتهدوا كتير ويركزوا منيح مع الأساتذة، لأنه أنا في تجربتي السابقة الحمد لله كنت أجتهد وأركز في المحاضرات، والحمد لله حصلت على درجة الامتياز في المرتبة الأولى، والحمد لله أولى دفعتي كمان. ديانا نظمي دلول وبدرس هندسة ديكور، واخترت الكلية صراحة كان إلي عم هنا بدرس، فشفت فيها حفلات التخرج وحبيت كتير إنه أشوف حالي هنا، وحفلاتهم جميلة وكمان تعليم قوي، ويعني وقائمة من الأساتذة كلهم أقوياء بالعلم يعني، وإلهم سمعة حلوة برضو المهندسين خصوصا عندنا تعاوننا. طيب بما أنك سنة ثانية، كيف ممكن تعطي هيك نصيحة دفعة للطلبة الجدد اللي متحركين بالكلية الجامعية من أجل أن ننظم حياتنا الجامعية، عشان هذه الحياة بتفرق عن حياة المدرسة والحصص؟ بتفرق كتير. كيف ممكن ندعمهم بنصيحة أنت مريتي فيها في عام كامل؟ تنظيم الوقت أول إشي، ومتابعة، وخصوصا تخصصي أنا يعني لازم واحدة ودقة كمان، يعني إذا بدهم يدرسوا هندسة يعني هذه لازم تكون البنت دقيقة وتواظب عليها، وكل التخصصات بدها مواظبة وترتيب وقت وهيك يعني. يعني ما زلت إنه أي واحد أبعد عليك بده يدخل كلية؟ يدخل كلية، ونصحت فيها هذه السنة يعني بإنه الكلية وتعليمها قوي وحفلتها كمان. أنا الطالبة إيمان رائد عمر سقوط، طالبة جامعية سنة أولى في الجامعة، تخصص علاقات عامة وإعلان. علاقات عامة وإعلان كنت حبها صغيرة أكون إعلانية، المجال هذا حبه من أنا صغيرة، كنت يعني بقدم برامج في استوديوهات. سجلت بالكلية الجامعية لأنه كنت بحبها وأنا صغيرة أن أكون أسجل فيها. أيضا الكلية الجامعية حفلاتها متميزة، فيها أساتذة متميزين وخبرة لديهم، فيها يعني كل ما يلزم للطالب من مكاتب ومن مرافق. أنت على مستواك الشخصي إيمان، إيمان كيف يعني حاطة لنفسك كأول سنة في الحياة الجامعية، كيف حاطة لنفسك خطة من أجل أنك تتبع أول بأول محاضراتك، من أجل تتبع المواد، ما تنسيش أي مادة، ما تروحش عنك أي معلومة، من أجل أنك ما تضغطي حالك في نهاية الفصل أو في امتحانات النصف؟ بتابع مع الأساتذة أول بأول، براجع يعني أكون إن شاء الله متميزة متفوقة. أنت الآن أي شخص أي صديق عزيز بعز عليك ممكن تقولي له يلتحق بالكلية الجامعية؟ الكلية الجامعية أي واحد بده يرغب يسجل في الكلية الجامعية يسجل، لأنه في خدمات متميزة للطلاب ومنح وقروض للي بدهم يسجلوا، وتخفيض رسوم برضه من معدلاتهم حسب المعدلات كل واحد الطالب. وأنا بنت موظف في الكلية الجامعية 50% خفض رسوم. الكل يسجل في الكلية الجامعية كتير حلوة ورائدة الإبداع والتميز. رائدة الإبداع والتميز، شكرا لك، أتمنى لك كل التوفيق والنجاح. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الكتاب الفضائية، كانت هذه حلقة جديدة وخاصة من برنامج ساعة جمعية على شاشة قناة الكتاب الفضائية من داخل حرم الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وراء طلبة وطالبات الكلية الجامعية الملتحقين الجدد بالكلية الجامعية رأيهم بعد 5 أيام من بدء العام الدراسي الجديد بالكلية الجامعية، وأساتذة ودكاترة وأكاديميين الكلية الجامعية، والخطط الشخصية للاهتمام بالدراسة وبالمحاضرات والالتزام بها، والالتزام أيضا في يعني في بعد الانتهاء من اليوم الدراسي في البيت في متابعة المواد والمحاضرات. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة بعد الانتهاء من الجولة بين طالبات وطلاب الكلية الجامعية وأخذ آرائهم حول الكلية الجامعية. إلى أن نلتقي بكم وحلقة جديدة، تحياتي وتحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.